نحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى اختارنا أن نكون أتباعا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي، أي أن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كل من سار على نهجه عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى إخلاص، فلا بد أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بالإخلاص والمتابعة لهدي عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم شرعي، أنا ومن اتبعني. فالمتبع حقا للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يسير على ما سار عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. البعض يظن أن العلم يعني مختص ببعض الدول، مختص ببعض الأشخاص، ببعض القبائل، بكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. لم يحدد هذه الطائفة لا بأشخاص ولا بمدن ولا بأي شيء، وإنما حدد هذه الطائفة بأنهم يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. البعض يقول أنا لا يمكن أطلب العلم إلا في موريتانيا مثلا، أو في المدينة، أو في اليمن، أو في كذا، أو في الشام، أو في كذا، أو في كذا. يظن البعض أن يعني موريتانيا جهاز يدخل الإنسان من جانب لا يحفظ شيئا، يخرج من الجانب الآخر يحفظ الكتاب والسنة وكذا. لا، الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرء عمله. فالذي يبدأ به الطالب بماذا يبدأ؟ هذا يقول نبدأ بالأصول الثلاثة، وهذا يقول نبدأ بكتاب التوحيد، وهذا يقول نبدأ بالواسطية، وهذا يقول نبدأ بالطحاوية، وهذا يقول نبدأ بكذا وكذا وكذا. لابد أن يبدأ الطالب بما أرشد إليه العلماء الربانيين. الله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأنه يتخبط البعض، يعني أو يقول أبدأ مثلا، أول ما يبدأ به الطالب يقول أنا أبدأ مثلا بالنحو، يقول والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه ليفهم، فيبدأ بالنحو. فأتيه البعض يقول لماذا تبدأ بالنحو؟ الأصل تبدأ بالأصول، فيبدأ وينتقل للأصول. يأتي ثالث يقول لا، الأصل تبدأ بالتفسير. كانت هذه المحاضرة في المنهجية في الدراسة، دراسة كتب العقيدة وكتب التوحيد. إذن لابد يبدأ الطالب بالتوحيد، لأنه هو أول واجب على العبيد، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا به، ولا يدخل الجنة إلا موحد، وكذلك استقرار الآمن والهداية والطمأنينة، وسبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الحسنات تكفير السيئات. فنبدأ بالتوحيد ولا بد. طيب نبدأ في التوحيد بماذا؟ نبدأ بالأصول الثلاثة. يحفظ الطالب أولا قبل الدراسة، يحفظ الطالب أولا هذه المتون، متن الأصول الثلاثة، ومتن كتاب التوحيد، ومتن العقيدة الواسطية. هذه الكتب الثلاثة هي أهم كتب في التوحيد والعقيدة، الأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد ثم العقيدة الواسطية. يحفظ المتن ثم يبدأ بالشرح، يأخذ شرح واحد فقط، يعني لا يجمع بين أكثر من شرح، لأنه قد تختلط عليه المسائل. يعني مثاله الآن يأتي مثلا الذبح، فيقول الذبح، بعض العلماء يقسم الذبح إلى ثلاثة أقسام، ويقرأ في شرح ثاني أن الآخر يقسم الذبح إلى قسمين، والثالث يقسم الذبح إلى خمسة أقسام، فهذا الطالب يخرج بلا شيء. فنحن نعتمد على شرح واحد،
ولو يعتمد الإنسان على يعني شيخ واحد ويأخذ كل ما لديه من شروحات، كان يعتمد مثلا شروحات الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، فأبدأ معه في الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الوسطية، لو انتقل إلى مثلا الفقه الشرح الممتع مثلا، أو إلى الحديث مثلا شرح البلوغ، يجد نفس التقسيمات والتعريفات والأمور التي ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا في كتاب التوحيد في الوسطية تتكرر هنا، فهذا تسهل عليه الطريقة. ولا هذا سار السلف، السلف الصالح كان الواحد منهم يلازم عالم واحد فقط، يأخذ كل ما لديه، ثم بعد هذا ينتقل إلى الآخر، وعلى هذا يعني سار السلف الصالح. كذلك نحن لدينا خلط في العلوم، وهذا إشكال، يعني بعض الطلاب يأخذ أكثر من علم في وقت واحد ويريد أن يخرج بالجميع، هذا يعني في الغالب صعب جدا، يأخذ علم واحد يتقنه ثم ينتقل إلى العلم الثاني. ولهذا قال البعض وفي ترادف في العلوم المنع جاء، يعني في الجمع بين أكثر من علم، المنع جاء يعني من العلماء، إن توأمان استبقى لن يخرج. يعني لو عندنا مرأة حامل ولديها توأم في بطنها، لا يستطيع أن يخرج الجميع في وقت واحد، لابد أن يخرج الأول ثم يخرج الثاني. ولهذا يعني لو سرنا على هذه الطريقة، نبدأ بالأصول الثلاثة، نحفظها، نحفظ المتن، نأخذ شرح واحد ولو مختصر، شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى له في شرح هذه الأصول الثلاثة 3 أشرطة، ثم بعد هذا نراجع ما أخذنا علم، ثم نستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل، ثم ندعو نعلم هذا الذي تعلمنا، نعلم الناس، وبهذه الطريقة نتعلم ونعمل وندعو ونسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان فهو خاسر، واستثنى من الخاسرين الذين آمنوا علم وعملوا الصالحات عمل وتواصوا بالحق دعوة وتواصوا بالصبر صبر. لو صنعنا هذا بإذن الله تعالى نجيب عن أسئلة القبر. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سألوا طالب وقال له يا شيخ الكتب كثيرة وأنا لا أستطيع أن أطلب العلم بهذه الكتب الكثيرة ولا أستطيع أن أحفظ، أريد أن تلخص لي العلوم، تعطيني كتاب أو كتابين أو 3 كتب فقط. فقال له الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وبلوغ المرام، كتاب التوحيد وبلوغ المرام. يعني لو عكف الطالب على كتاب التوحيد وعلى بلوغ المرام بإذن الله يحصل خير كبير. لكن الإشكال عندنا أنا ندرس شيء من أصول الثلاثة، شيء من كتاب التوحيد، شيء من الواسطية، يأتي درس للحموية، يأتي درس الطحاوية، يأتي درس البلوغ، يأتي درس 40 النووية، ونخرج في النهاية بلا شيء. لا، قليل دائم خير من كثير منقطع. فالآن لو قيل للواحد منا هل تعيد، نريد منك إعادة الصف الأول الابتدائي من جديد، تدرس الآن في الصف الأول الابتدائي، هل يرضى أحد؟ لا والله ما يرضى. يقول مثلا أنا أريد اختبروني فيما علي هؤلاء في الصف الأول، نجحت الحمد لله، وإلا منجح أدرس من جديد لا إشكال، لكن أنا أفهم هذه المسائل. طيب لماذا الآن نكرر في كل دورة، في كل درس، في كل محاضرة نكرر الأصول الثلاثة؟ نعم التكرار مهم لا إشكال في هذا، لكن أننا نعيد الدراسة من جديد هذا هو الإشكال. أما أن نراجع تكون دورة للمذاكرة، دورة للمراجعة، هذا لا إشكال فيه. أما أننا نعيد وندرس أكثر من مرة متن واحد هذا لا يصح، وهذا يعني الله أعلم فيه تلاعب أحيانا. فنعكف على هذه المتون. إذن اتفقنا أننا نبدأ على دراسة التوحيد، نبدأ في التوحيد بالأصول الثلاثة، متن سهل مختصر واضح جدا بإذن الله تعالى، ثم نتناقش فيه، لأن كان السلف لديهم مجالس للمذاكرة يتذاكروا فيها، وبدل أن تكون مجالسنا فيها غيبة ونميمة، لماذا لا نتعاون؟
يعني كما ذكر الآن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فإذا قيل لك من ربك، فعندما نجلس في بعض المجالس نسأل من ربك، أجاب الحمد لله، وإن لم يجب نقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. بما عرفت الله يجيب بآياته ومخلوقاته، وتكون مجالسنا عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا نجعل مجالسنا يعني مجالس هي في الظاهر يعني من الخارج، لو نقرأ على هذه البناية مثلا مكتوب عليها مثلا دار للقرآن، دار للعقيدة، دار للتوحيد، دار للحديث كذا، أما في الداخل نجد فيها الغيبة والنميمة وهذه الأشياء. لم يسمع قط في مجلس من مجالس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيء من الغيبة أو النميمة. كان الداخل إلى مجالس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتذكر الآخرة. إذا دخل الداخل إلى مجلس من مجالس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتذكر الدار الآخرة. فنجعل الدنيا في الخارج، وعندما ندخل هنا نجعل هذه المجالس عاملة بذكر الله، أسئلة ويجاب عنها، قراءة هذه المتون العلمية التي أوصى بها العلماء. بعض الناس يعني مثبط، نسأل الله العافية والسلام، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يقول لماذا ندرس وماذا نستفيد من الدراسة ولا داعي للدراسة، وأنت مرأة ولديك مسؤوليات ولديك كذا ولديك كذا ولديك كذا. سبحان الله، كمل من النساء 5، من هن؟ عندنا امرأة فرعون ومريم وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وخديجة بنت خويلد، والخامسة هي أم المؤمنين عائشة. هؤلاء النساء ما هو القاسم المشترك بينهن؟ بماذا يعني ما الذي صنعوا حتى يعني كملهم الله سبحانه وتعالى؟ بماذا؟ لو ننظر في هؤلاء النسوة نجد أن القاسم المشترك اجتمعوا في شيء واحد، وهي أن كل واحدة من هذه النساء اعتنت بنبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. امرأة فرعون اعتنت بموسى عليه الصلاة والسلام، ومريم اعتنت بعيسى عليه الصلاة والسلام، وفاطمة رضي الله عنها اعتنت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة. خديجة اعتنت بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبنفسها، ثم ماتت رضي الله عنها. فقامت فاطمة رضي الله عنها وهي بنت، قامت رضي الله عنها بدور الأم، حتى يقال عن فاطمة رضي الله عنها كان يقال عنها أم أبيها، أم أبيها، يعني فاطمة قامت مقام الأم للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي بجوار الكعبة ووضع على النبي صلى الله عليه وسلم سل الجزور، جاء رجل وأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت ورفعت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تسبهم، فقامت يعني، وكذلك عائشة رضي الله عنها. فهؤلاء كل واحدة منها اعتنت بنبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلماذا لا يكون للنساء عندنا دور في الدعوة، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في التأليف، في التعليم؟ فهذه الأمور ليست خاصة بالرجال، لكن الإشكال، كل الإشكال في طريقة التعلم، طريقة التلقي، في المثبطين، في دراسة الكتب، في ضبط هذه المتون العلمية. والله نحن بحاجة إلى دعاة من النساء، لأن الآن يعني مثال، أنا جئت إليكم في هذا المكان الآن، على مكان في مكان منعزل، يعني لا أستطيع أن ألقي بعض الأسئلة والإجابة، المذاكرة يعني بعض المسائل كثيرة، يعني هذه مشقة كبيرة. لكن لو كانت مرأة تتولى هذا الأمر، تدرس وتقوم بتعليم النساء، وعلى هذا نسير بإذن الله تعالى، وهذا هو طريق الجنة.
كما قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة قال: يجب على كل مسلم ومسلمة. إذن هذا الأمر ليس خاص بالرجال، نحن نريد أن نتعاون، نكون أمة واحدة. الدعوة هذه ليست خاصة بالرجال، فهذا الأمر يعني أمر مهم جدا. فهذه المتون العلمية تحفظ، ونقرأ شرح لهذا المتن، شرح مختصر، نضبط هذا الشرح، نختبر فيه، نتذاكر فيه، نستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل، ثم ندعو ونعلم الناس، وبهذا انتشر العلم ولله الحمد والمنة. أما أن نبقى بلا دعوة، بلا حفظ، بلا تعلم، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: ذهب كل شيء وبقي ما حفظنا. ويقول الناظم: احفظ فكل حافظ إمام. إمام بشرط أن يعمل بهذا الذي حفظ. فالله الله بهذه المتون التي أوصى بها العلماء. وقلنا إذا أردنا أن نختصر هذه المتون، نختصر المتون على كتاب التوحيد وعلى بلوغ المرام. يرتقي الطالب يعني مثلا في الأصول الثلاثة، يبدأ أولا ثم كتاب التوحيد ثم العقيدة الواسطية ثم ينتقل مثلا إلى بلوغ المرام. شرح واحد، شيخ واحد يأخذ عنه العلم. هذه الأيام ولله الحمد والمنة يعني توفرت لنا أسباب كثيرة، والله لم تتوفر للأئمة، لم تتوفر والله للإمام أحمد رحمه الله تعالى. نستطيع في هذه الأيام أن نأتي بالأئمة إلى بيوتنا، إلى السيارات، إلى الجوالات، تضع الشيخ معك، متى أردت أن يتكلم يتكلم، يسكت يسكت، يراجع يراجع، ولله الحمد والمنة. لماذا لا نستغل هذه الوسائل اليوم في طلب العلم؟ لو نفتش في أكثر الجوالات اليوم نجدها في الغالب أن تحتوي والله على القاذورات. كيف نقابل الله سبحانه وتعالى بهذه الأجهزة التي ليس فيها ما ينفع وفيها ما يضر؟ والله في الغالب نجد فيها شبهات، نجد فيها ضلالات، نجد فيها نكت، نجد فيها كذا، نجد فيها أغاني. نعم بعض الأناشيد هذه في الحقيقة ليست بأناشيد، هي في الحقيقة يعني كما قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها يعني ليست من الإسلام أصلا. حب الكتاب، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ماذا نحب؟ هل نحب القرآن أو نحب هذه الأناشيد؟ والله نحب القرآن. إذا ما يمكن يجتمع حب الكتاب وحب ألحان الغنى. ولذلك قال البعض، قال: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعاشوا على دندنا دندنا. نحن لا نريد نخرج جيل يعيش على دندنا دندنا، نريد نخرج جيل ينشأ كما نشأ الصحابة رضوان الله عليهم على الكتاب والسنة، نعيش على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. إذن هذا الذي نريد أن ننشأ عليه، وينشأ ناشئ الفتيان فيها على ما كان عوده أبوه. فهذا الأساس. يعني عندنا ولله الحمد منظومات، منظومات علمية، سلم الوصول مثلا، منظومة ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، يعني منظومة في السيرة المئية. نستمع إلى هذه المنظومات تجد كلام علمي مبني على الكتاب والسنة يلخص لنا هذه المسائل في كلام مختصر موجز، ولله الحمد والمنة. لماذا لا نرجع إلى هذه المنظومات، نرجع إلى هذه المتون العلمية التي أوصى بها العلماء رحمهم الله تعالى؟ إذا كان البعض منا لا يحب النثر يرجع إلى النظم. يعني مثاله الآن عندنا سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى،
هذا جمع فيه رحمه الله تعالى بين الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية في نظم مختصر سهل واضح، ولله الحمد والمنة. فالذي لا يحفظ الآن النثر ينتقل إلى النظم. الآن مثلا حفظ القرآن، لابد نحفظ القرآن على طريقة السلف. طيب كيف نحفظ على طريقة السلف اليوم؟ يعني صعب، البعض منا يقرأ مثلا في الكتب المطولة، مثلا تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، القرطبي مثلا. فماذا نصنع الآن؟ هذه الأجهزة ولله الحمد يوجد برنامج في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، تفسير مختصر سهل واضح. فنسمع مثلا آيات، أو نحفظ اليوم آيات 10 آيات مثلا كما كان يحفظ السلف. فماذا نصنع؟ نأتي إلى البرنامج، إلى تفسير هذه الآيات، يقرأ علينا كأن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي يقرأ علي أنا، وأنا أستمع إلى التفسير، أستمع وأنا في السيارة وأنا في الطريق وأنا في المكتب وأنا جالس وأنا راجع. في عندنا في هذه الأيام والله من يختم القرآن كل 3 أيام موجود حتى في الكويت. نعم، مع هذه المشاعر، مع يعني الانفتاح هذا الذي في الدنيا كذا كذا، نعم، الذي يريد شيء يستعين بالله وبإذن الله يصل إليه. فعندنا في هذه الأيام من يحفظ الحمد لله، عندنا ولله الحمد من يراجع، عندنا من يدرس، عندنا من يعلم. إذن لماذا لا نتغير؟ لماذا لا نستغل هذه الوسائل في أن نرتقي في العلم ويفتح الله سبحانه وتعالى علينا؟ عائشة رضي الله عنها كانت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هي لديها منصب الإفتاء، تفتي رضي الله عنها، تحدث، تأتي بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الناس. فقامت بهذه الوظائف وحدها رضي الله عنها، بل لا كانوا إذا أرادوا أن يعدوا من يفتي من الصحابة لابد أن يذكروا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مع أنها يعني قامت بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كاملة ولم تقصر رضي الله عنها. فالله أعلم أننا يعني لا ينقصنا علم، الذي ينقصنا والله أعلم أننا نعمل بما تعلمنا، نستغل الأوقات ونبدأ من هذا اليوم. كل واحد منا لديه دور لابد من القيام به. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. في أسئلة؟ والتوحيد كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، نعلمهم بالسؤال والجواب، من ربك، ما دينك، من نبيك، لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نحب عليه الصلاة والسلام. يعني نجعل يعني نكسر الحاجز بيننا وبين الأولاد، يعني لا نجعل يعني الأب هو المرتفع على الولد. الأب يأتي للولد ويقول تعال نقرأ، ماذا لديكم في الكتاب، ماذا حفظت اليوم، ماذا صنعت، من يجيب عن الأسئلة مثلا له كذا، فنبدأ ونتناقش. كان لدي أحد مشايخي كان يقول لي، يقول الذي علمني هو والدي رحمه الله تعالى، يقول لم يقل لي يوم قط تعال أعلمك، يقول لي دائما تعال نتذاكر، تعال نسأل بعضنا البعض. فبهذه الطريقة إن شاء الله تسير الأمور. الولد أهم شيء لدينا في تربية الأولاد الصلاة، هذا أهم شيء، الصلاة، لأن الصلاة فيها كل شيء، فيها التوحيد وفيها العقيدة وفيها الصلاة وفيها الصدقة وفيها انضباط الأوقات وفيها كل شيء. فلو انضبط الأولاد عندنا على الصلاة بإذن الله تنضبط الأمور معهم في كل شيء. نجيب إذا سأل الأولاد عن صفات الله،
نقول الله سبحانه وتعالى غفور رحيم سميع، ولهذا ندعو الله ولا ندعو غير الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى غفور، لو صنعنا شيئا ثم استغفرنا الله سبحانه وتعالى وجدنا الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. نعم، وهناك كتب ولله الحمد يعني مؤلفة في تعليم الصغار، منها هذا المتن الذي قلنا عليه، متن الأصول الثلاثة يصلح للكبار وللصغار. البعض يلقي شبهة، نعم، يقول أن التوحيد عرفنا ولا داعي أن نعلم الناس التوحيد ولا العقيدة. نسأله هل أنت موحد؟ لابد يقول نعم. نقول ما هو التوحيد؟ بينه لنا. ثم نسأله هل أنت مشرك؟ لابد يقول لا، أعوذ بالله أنا لست بمشرك. طيب بين لنا الشرك. إذا عرف التوحيد هذا معناه أنه عرف التوحيد وبإذن الله يعمل به، وإذا عرف الشرك هذا معناه أنه يعرف الشرك وبإذن الله يجتنبه. لكن إذا كان لا يعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. ثم منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الناس إلى التوحيد أو تعليم الناس التوحيد؟ بل وهو في مرض الموت عليه الصلاة والسلام وهو يعلم التوحيد وينذر عن الشرك. يعني هذا الذي يقول التوحيد عرفناه ولا داعي نعلم الناس العقيدة، والله مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن مملوء القرآن، بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن القرآن، يقول التوحيد لا تخلو منه آية. وإذا تركنا التوحيد ماذا نريد نعلم الناس؟ الشرك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص انتهيت منها. أيضا يعني بالنسبة لتعليم الأولاد الصلاة، الأمة الآن إذا كانت تصلي والأب يصلي هذا معناه أن الأولاد بإذن الله يصلوا، ونصلي جماعة، ما الإشكال في هذا؟ حتى الأولاد الصغار الآن نربيهم على الإمامة، الأم تقول لماذا ما تصلي بي، فيأم الولد ويصلي بأمه، تحفظ القرآن الأم، تقول للولد تعال سمع لي، فينشأ كان لدينا يعني ولد، هذا الولد سبحان الله يعني نابغة. فأنا سألت الأب كيف خرج هذا الولد نابغة، قال عندما تزوجت الأم. قلت بعد أن يعني الحمد لله بدأت الزوجة يعني بدأ الحمل عندها، يقول أخذنا نفكر عن هذا الولد ماذا يكون، ماذا يجب أن يكون. قلنا لا يجب أن يكون يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويحفظ ألفية ابن مالك ويحفظ ويحفظ ويحفظ. فقلت لزوجتي قلت كيف يحفظ الولد ونحن لا نحفظ، فلا بد أن نحفظ. يقول بدأت أنا أحفظ وزوجتي تحفظ. عندما كان هذا الولد يقول عندما كان له من العمر يقول قرابة 3 سنين أو سنتين، يقول كنت حفظت القرآن وحفظت اللؤلؤ والمرجان وألفية ابن مالك، وبدأنا نحفظ والولد يدرس، حتى صرنا الآن في مرتبة واحدة نحن والأولاد ولله الحمد والمنة. فالقدوة، قدوة الصالحة، الدعاء لهم، البحث عن الصحبة الصالحة، اغتنام الأوقات. لماذا نهتم أكثر ما نهتم بترفيه الأولاد؟ والله لم نخلق لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول كان، يقول أحد من يعني كان مع الشيخ في الطفولة، يقول كان يمر بنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو صغير، يمر بنا ونحن نلعب الكرة، نقول تعال محمد تعال العب معنا. يقول وإذا بالشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يضم الكتاب على صدري، يقول إن شاء الله إن شاء الله آتي، وهو لا يأتي أبدا. يقول دائما ملازم للشيخ ابن سعد رحمه الله تعالى. فالقدوة الصالحة، المربي، الصحبة، فإذا والدعاء، وبهذه الطريقة إن شاء الله يعني يكون خير. قلنا نبدأ مع الأطفال بالصلاة، والصلاة فيها
قراءة الفاتحة، والفاتحة فيها التوحيد، في السجود سبحان ربي الأعلى، نعم، وغير هذا. قراءة القرآن من المصحف ونحن نصلي، ها والله أظن والله أعلم أن هذا الأمر يعني يجعلنا نتقاعس عن حفظ القرآن، لا، في كل يوم أحفظ 10 آيات، وفي كل يوم أنظر في تفسير هذه الآية من تفسير مختصر مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى، وأصلي بها في هذا اليوم، أصلي 10 آيات، في اليوم الثاني 20 آية، في اليوم الثالث 30 آية، أحفظ وأراجع وأقرأ، وأحسن ما يراجع به القرآن قيام الليل، والله أعلم. العقيدة والتوحيد، لماذا نتعلم العقيدة والتوحيد؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد، ولا يدخل الجنة إلا موحد، واستقرار الأمن والهداية، وحتى لا نقع في الشرك، لا نقع في الفرق الضالة، هي أهم العلوم. نعم، التعرف على الله سبحانه وتعالى. هذا بعد الدرس، انت اذا في رابط عن المحاضرة وكذا، ما ادري الاولاد اذا سألوا عن صفات الله، نقول الله سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى ليس كالعباد، الله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم قريب مجيب، لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نسأل عن صفاته كيف هي، لا يجوز هذا السؤال. نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، ونقول للأولاد سنرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سبحانه وتعالى، ونحن لم نرى الله، فكيف نتكلم عن كيفية الصفات؟ نؤمن أن الله صفات تليق بجلاله وعظمته، ولكن هذه الصفات لا نعلمها، ولا يعني لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفية الصفات، وإلا لله سبحانه وتعالى كيفية تليق به سبحانه وتعالى، لكن لا نسأل عنها. وكما أجاب الإمام مالك رحمه الله تعالى عن عندما سئل عن الاستواء، نقول الاستواء معلوم، يعني معلوم معنى الاستواء، والإيمان به واجب، واجب أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى استوى استواء حقيقي تليق بجلاله وعظمته، والسؤال عنه بدعة. نعم، والكيف نؤمن أن لا كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها. نعم، نكتفي بهذا خلاص الحمد لله. اعتصم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، توحيد. نقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، توحيد. الحمد هو ذكر محمود بجميع الصفات على وجه المحبة والتعظيم، توحيد لله أسماء وصفات، وتوحيد ألوهية. رب العالمين، توحيد ربوبية. الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات. لا يوجد حرف واحد في القرآن إلا وفي التوحيد، حتى عندما نقول صاد، صاد كلام الله، توحيد. إذن لا يوجد نص في القرآن إلا وفي التوحيد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. السنة كذلك، أذكار الصباح والمساء. إذن لابد أن نتعلم العقيدة، لابد أن نتعلم الأسماء والصفات، لابد أن نغرس هذه العقيدة فينا، والله أعلم. البعض يعني لا يقتنع ببعض الإجابات أحيانا، يعني الآن عندما نجيب البعض بإجابة لا يقتنع، نسأل نقول له هل أنت عبد أو رب؟ يقول أنا عبد. إذن العبد ماذا يقول؟ يقول سمعنا وأطعنا. ولهذا يعني هاجر عندما وضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمكة ومضى، وضعها ومضى ومعها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو رضيع، مضى لا يلتفت إليها، تقول يا إبراهيم إلى من تتركنا، وتناديه وهو لا يلتفت، فعرفت
أن هذا ليس بخلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ يعني هذا أمر من الله؟ فالتفت إليها وقال لها: نعم. فقالت: اذهب، فوالله لا يضيعنا الله. لماذا الآن؟ لماذا سلمت؟ لأن أمر من الله، فإذا جاء الأمر من الله لماذا لا نسأل عن صفات الله، عن كيفية الصفات؟ لأنه لم يسأل عنها، عن هذا الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أحرص على العلم منا وأدخل الله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالله. لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضوان الله عليهم. وعندنا بعض يلعب في هذه الأيام، يقول: هل الإنسان مسير أو مخير؟ طب هذا السؤال بدعة. ونقول لهذا السائل: هل سأل عن هذا الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل تكلم بهذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن إما أن تنتهي عن هذا السؤال أو نقول عنك أنك مبتدع. طب لماذا لا نسأل؟ لأن الصحابة لم يسألوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا. إذن عندنا أشياء في هذه الأيام تفتح باب، نسأل الله عافية والسلامة، تفتح باب الإلحاد. نربي الأولاد على السمع والطاعة. سبحان الله، نسمع ونطيع اليوم نعم لمدير المدرسة مثلا، وتربي الولد على السمع والطاعة، لا تأخذ معك هذا الجهاز مثلا الجوال لأنه ممنوع في المدرسة، لا تأخذ معك هذا الطعام لأنه ممنوع في المدرسة. سبحان الله، نربي الأولاد على طاعة يعني هؤلاء أولياء الأمور. نعم، في غير معصية الله هذا أمر مطلوب، لكن لماذا لا نربي الأولاد على السمع والطاعة لله سبحانه وتعالى؟ لا بد أن يتربى الولد. لماذا أصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات؟ أنت عبد؟ نعم. قل: سمعنا وأطعنا، وبهذا يحبك الله سبحانه وتعالى. لماذا أؤمن بالغيب؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا أردت أن تكون من المتقين تؤمن بالغيب، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم آمن. عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس، رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بالإسراء والمعراج، أخبر الناس، ارتد أناس، ارتدوا عن الدين، فجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، وهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ولم يسمع منه عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إن محمد عليه الصلاة والسلام يقول إنه أسري به وكذا وكذا. قال له: قالها لصدق، آمنا، صدقنا، سلمنا. هذه طريقة أهل الإيمان. لا نقول كيف، لما، لماذا أصنع، لماذا نجهر في الفجر ولا نجهر في الظهر، لماذا نصلي الفجر أربع ركعات والفجر ركعتين والظهر أربع ركعات، ليس لنا هذا. آمنا وصدقنا وسلمنا. عندنا قاعدة يقول العلماء: آمن تهتدي. فإذا أردنا الهداية نؤمن نسلم، ولهذا نسمى أهل الإسلام. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد، نسلم. لأن البعض يقول: لماذا أصنع كذا؟ أنت عبد؟ نعم، لابد تقول آمنت وصدقت وسلمت مسلم. البعض يقول: لا، أنا حر. والله أنت بهذا لست بحر، أنت بهذا عبد عند إبليس، عبد عند الشيطان. وعندما تكون عبد عند الله سبحانه وتعالى يحصل لك العزة والرفعة، وعندما تكون تخرج عن هذه العبودية تقع في عبودية الشيطان. فروا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سبب في إقامة هذا الدرس، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في الجنة مع نبينا عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وفي كتاب يعني أرسلنا إليكم
فيه متن الأصول الثلاثة والقواعد الأربع. هذا المتن مع شرح مختصر وعليه أسئلة. أود أننا نتعاون في دراسة هذه المتون، الأصول الثلاثة قواعد أربع، ثم نبدأ بحل هذه التمرينات على يعني أن نراجع مع بعضنا البعض، نحفظ هذا المتن المبارك، وبهذا يعني نرتقي مرتبة، حتى ولو كانت يعني حتى لو كان هذا الشرح شرح مختصر، لكن نستفيد، لأنه قد نسأل، يسألنا البعض: هل أنت موحد؟ نقول نعم. ما هو التوحيد؟ تقول لا أدري. هل أنت مسلم؟ تقول نعم. ما هو الإسلام؟ يقول لا أدري. مؤمن؟ نقول نعم. ما هو الإيمان؟ يقول لا أدري. أركان الإسلام، أركان الإيمان، الإحسان كم ركن؟ ما هي مراتب الدين؟ مراتب الدين ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. البعض يقول: هل أنت مؤمن بالله؟ تقول نعم مؤمن بالله. طيب ما هو الإيمان بالله؟ كيف أؤمن بالله؟ تقول لا أدري. والله مصيبة هذه. فهذا الشرح المختصر الآن أريد أننا نتعاون على دراسة هذا المتن، ونكتب الاختبار الذي موجود آخر الكتاب، متن الأصول الثلاثة مع الشرح، وكذلك القواعد الأربع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.